التربة لونها وردي ظهرت فجأة في الأجواء المصرية، وكأن في حاجة بتتجهز في السماء بعد العواصف اللي ضربت معظم الدول العربية. واضح كده إن الدور على مصر. ظواهر غريبة بتحصل لأول مرة، والبداية من الصعيد المصري. دخان النهاية ظهر، ومصر داخلة في مرحلة جديدة تماماً. واضح إن تحذيرات ليلى عبد اللطيف كانت في محلها. يا ترى إيه حكاية التراب الوردي اللي ظهر في السماء في مصر، وإيه علاقته بتحذيرات العرافة الأشهر في الوطن العربي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع حضراتكم في الفيديو ده من خمسة بالعربي. الأقمار الصناعية كشفت عن شيء خطير ظهر فجأة في الأجواء المصرية. اتكلم عنه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، وقال إن في ظاهرة غريبة حصلت في بعض المناطق في جنوب مصر مؤخرا، واللي أطلق عليها اسم الأتربة الوردية. لكن الغريب إن الظاهرة دي بتعتبر الأولى من نوعها، ومحدش عارف تفاصيلها أو ممكن تكون بدايات لإيه؟ كشف القيتاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن إن الظاهرة دي لوحظ انتشارها في بعض المناطق في صعيد مصر من خلال صور التقطتها الأقمار الصناعية واطلعت عليها الهيئة. أكد أيضاً في تصريحات لي إن الظواهر الجوية بتمر بتغيرات ملحوظة خلال الأيام الحالية. أشار أيضاً إلى إن مصر هتتأثر بمنخفض جوي بيتسبب في تشكل سحب كثيفة شمال البلاد هتحجب جزء من أشعة الشمس، وده هينتج عنه تراجع في معدلات درجة الحرارة بحوالي درجتين مقارنة بالأيام اللي فاتت. عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية توقع إن الأجواء في مصر هتشهد تحول إلى الربيع في ساعات النهار، مع احتفاظ الليل بدرجة حرارة معتدلة ومائلة للبرودة. ده اللي اتقال وكشفته الأرصاد الجوية، لكن السبب الحقيقي وراء القلق من الظاهرة الغريبة دي هو إنها حصلت بعد يومين فقط من تحذير العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف من الخروج من البيوت الفترة الجاية بسبب التغيرات الكتيرة اللي هتحصل، وإن التغيرات دي هتتسبب في ضحايا كتير وخسائر. المنطقة العربية كلها بتعيش حالياً حالة من الاضطرابات المناخية، بدأت بمنخفض جوي ضخم حصل في سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والسعودية. يذكر إن سلطنة عمان واللي كانت أشد دول الخليج تأثراً بالمنخفض الجوي بعد السيول حصل عندها ظاهرة مشابهة، لكن اللون الوردي خرج من الأرض ما ظهرش في السماء. ووقتها انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الحفر والانهيارات الأرضية اللي خرج منها دخان لون وردي مشابه للي ظهر في السماء المصرية، وكانت بتخرجه الأرض كأنها بتتنفس. ووثقوا عدد من المواطنين اللي أصابتهم الدهشة بعد ما شافوا الأرض وهي بتخرج دخان مجهول بالنسبة ليهم. الدول العربية اللي حصل فيها سيول ما زالت بتعاني من تبعات السيول دي، وفي توقعات إن مصر ممكن تعاني من منخفض جوي وشيك، لكن لم يتم الإعلان عن شدته أو أي تفاصيل تخصه.